الاسرائيلي. ده بقصه انك انت كنت في الزمالك وعبد البقال. انا هحكي لك انا رحت الزمالك ازاي. كنت شغال في شركه كان سني صغير، كان عندي 16 سنه. كنت شغال بعقد وكنت بلعب في الشركه دي. جه نادي الزمالك لعبنا في نادي المايه اللي هو في العباسيه. عارفه فهد سعيد. ايوه بالظبط كده. فكان في كابتن عثمان السيسي، ده احد لعيبه القدامه بتاع نادي الزمالك. كان بيمرن في نادي المايه فشافني. وكان هو في نفس الوقت اتعاقد مع الشركه يبقى تدريب الشركه هو. فقال لي لازم تروح نادي الزمالك وبتاع. فقلت له انا رحت النادي الاهلي قعدت كتير قوي وما لعبتش. انا رحت الاهلي في اختبارات عادي كده البراعم. كان كابتن صالح يوسف امسك كوره نطه ومش عارف ايه كده وبتاع. فانا في دي كانت اسهل حاجه بالنسبه لي، انا امسكها نطها وبتاع. فبعد ما خلصت ورحت منزل الكوره قال لي اقعد لوحدك في الحته اليمين دي. انا قلت له اتقلشت. لقيته بينقي الولاد الكويسين ويجيبهم معايا. كنت بلعب باك رايت على فكره في الاول، انا ما كنتش بلعب راس حرب. انا الفضل يرجع للكابتن فتحي نصير، هو اللي لعبني راس حرب. هو كان المدرب بتاعنا في فرقه 18 سنه. وقال لي لا 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 ما تلعبش ولا انت. دي كان في سرعات وكان الحمد لله كانت الموهبه كانت موجوده. وكنت هداف في الفرقه بتاعتي يعني. في نفسك ولا في الجول؟ ما هو باك رايت يبقى هداف فرقتك. لا في الباك رايت لا. انا طلعت بقى ما هو قال لي ما تلعبش باك رايت. يعني انت طلعنا راس حربة. فطبعا انا التحركات لازم تتعلم، التحركات بتاعت راس الحربة، انت مش هتروح تقف كده تستنى الكوره وخلاص. فهو علمني ازاي اتحرك في راس الحربة. كابتن فتحي نصير. كابتن فتحي نصير الحقيقه يعني. حفظتها سم. ودي يمكن من الحاجات اللي خلت الخرابة دي كوتي يساعدني بسرعه. وبعدين انا لعبت فوق، ما لعبتش ليا مركز معين. انا كنت بلعب وينج ليفت وليا اتحرك في اي حته في الملعب. يعني ممكن اروح ناحيه اليمين، انزل في نص الملعب، انزل في ناحيه الباكات، كان ليا الحريه اللي اعمل كل حاجه. وبعد ما الكابتن بقى جمال سابنا لعبت انا جنب الكابتن خطيب، كنت بلعب ناحيه الشمال كده ناحيه الوينج ليفت. وفي الهجمه بقى انا راس الحرب الاساسي بتاع الفرقه. ليه؟ كان انا عندي الكوره شويه وبطلع الجنب عالي وبتاع. كنا بنهاجم بالباكات وكنا كتير يعني، وكنا بجيب اجوان يعني. الحمد لله من ساعه ما لعبت انا ما فيش ماتشات اتذكر ما جبتش فيه اجوان. انت انا عايز بعد اذنك بس اتفضل خالد، خليك مع كابتن جمال، هات اللقطه دي تاني بتاع شيف عبد المنعم. شيف عبد المنعم يا ريت ترجعها تاني يا خالد وتورينا بس شيف عبد المنعم بيبوسوا ازاي. ايه البوسه دي يا عباس؟ لا شريف كان صديقي وحبيبي شريف. ايه البوسه دي؟ فرحان ان انا جايب جول. لا لا هو لسه مش عارف انا جايب جول. ده جول دي عباس ابدا. انا بقولك يا خالد ترجعها تاني وهو شريف عمال يبوسه بس. بعد اذنك يعني يا ابو شريف. حبيبي شريف. لا مش دي. لا بعد ما اجيب الجول. بعد ما اجيب الجول. هدف المقاولين. ايوه لا الهدف المقاولين. لا لا مش دي. من اولها بقى شوف الدريع. لا هي دي. لا يا عم مش دي. لا هي انا هروح له هيجيب يا شيخ. مش ديت بتاعت الفريق الابيض. هي جايه دلوقتي بتاعت الفريق الابيض. الفريق الابيض المنصوره باين ولا يا غزل المحله. يا غزل المحله يا غزل المحله ضربات الجزاء ده ماتش ضربات الجزاء. ايوه هي دي. بس انت بعد اذنك نيجي نشوف عمال يبوسوا. وقف الصوره بس بعد اذنك يعني. ايوه ايوه من الخرائط من الحرف. ايوه بقى انا عايز بقى اشوف الغنم وبوسته اول ما يجي. لسه 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 ايوه. انا عايز اعرف ايه فرحان. فرحان ايه؟ يقعد لك من رقبتك. هتقول الكابتن شريف عبد المنعم. عايز اعرف يقعد لك من رقبتك في ايه يا عم؟ ايه يا بوسي؟ حد اكتشف الحاجه دي؟ بص ده حب دي فرحه. ما بعدها فرحه. بس هو كان فاكر واحده ست. الواحد في النادي الاهلي الواحد يعني ازاي الواحد يفتكر محمد في عباس واحده ست؟ لا ده حبيبي شوف عبد المنعم ده نفسه حلو قوي. الكابتن فتحي نصير عرفك ازاي تقف كفرويت. عرفك ازاي تطبق راس الحرب يعني ايه؟ سلام. الهدف ده فين بقى؟
لا ده لسه مش هدف. ده هتبقى ده المصري اكيد الاتحاد مش الاتحاد الاتحاد يا المصري الاتحاد هتعدي وتطلع كورنر. كانت ايام بيقولوا اعملها لي الناحيه الثانيه. انت جايب جون في الزمالك من اسرع الاهداف في التاريخ. لا ما جبتش جون في الزمالك. ما جابش الكابتن عباس جون في الزمالك. هي دي بنحاول نجيب لك الكابتن شريف عبد المنعم. ما احنا مش هنفوتها برضه. احنا هنفوتها. هي دي العداله دي. انا هعملها على طول بالشمال جون. حلو قوي. ايوه يا شيري يلا يا شيري احضني بقى. واحده ثانيه دي. واحده ثانيه دي. ازاي؟ ايوه. فرحان شريف بس محمد عامل ده. صلى الله عليه كابتن صفوت الله يرحمه. صفوت عبد الحليم. انا كابتن عبد الناصر لعبت في اجيال جميله طبعا كباتن. لا الاول بس خلا وصلنا لغايه انك انت كابتن فتحي نصير خلاك تلعب فرود. لعبت المسابقه اللي هي تحت 18 سنه وبعد كده اختاروني في منتخب الناشئين بتاع 19 سنة. وكان بيجي بقى ديكوتي كان بيتفرج علينا ماتشات الاشبال. وطبعا ما بنتكلمش هو بيجي يتفرج بس على في المدرجات فوق يشوف الفرق. فعملوا فرقة في النادي الاهلي سموها فرقة الموهوبين. نقوا اللعيبة الموهوبين من 17 سنة ومن 19 سنة واثنين من الفريق الاول. كان معانا الكابتن اكرامي والكابتن حمدي جمعه. وبقيت الفرقه كلها تعرفت على حاتم الكردي وانا وجبنا ربيع ياسين في اليوم ده معانا واحنا جايين كنا بنلعب في سراج. في سراج؟ كنا بنلعب في طهطه. يا كان احتفاليه كان العيد القومي؟ العيد القومي بتاع محافظه طهطه. بتاع محافظه سراج؟ لعبنا في طهطه. وكسبنا 3-0. جبت انا جون. طبعا كنت انا لسه مجهول ما وبعد كده طلعنا على اسوان كان العيد القومي بتاع اسوان وكسبنا 4-1 جبت انا 3 اجوان. جيت انا من اسوان قطر النوم مع الفرقه لقيت استاذ عزيز محمد عباس هات لبس الماتشات بكره معاك وانت جاي ما تجيش التمرين الصبح مع الفرقه بتاعتك. طب ليه في ايه؟ مش عارف في ايه؟ قلت روح عادي يعني خدت اللبس والتاني يوم فقلت بقى واخديني انا العب شويه في الدكه مع اللي بيقعدوا في الدكه وبتاع مع اساس اللعب هلعب مع فين الفريق الاول بيلعب بسم الله ما شاء الله فكلمت ان زيزو كان لسه بيلعب. كان لسه بيلعب. واخد انا بالجانب كده كان خرجه ديكوتي ما كانش بيتعرف كويس. بس عمال يبص عليا وانا شايف وقال لي بالليل بالليل. عشان اسمع. يعني ايه بالليل؟ فاهمني بالليل عشان كان معانا الكابتن فؤاد الله يرحمه كابتن شعريه. رحمه الله محمد عباس الخارج بيقول لك قوم سخن. قلت له يا كابتن بيقول لي بالليل. قال لي بالليل بالليل بس قوم سخن. ونزل ماتش بقى كان ساوث هامبتون. ايوه كان الاحتفاليه الاهلي كان واخد الدوري وكان واخد الكاس في السنه دي. خلص 2-0 الاهلي. ايوه انا وشريف عبد المنعم. انت جبت جول وشريف عبد المنعم جول؟ بعد ما نزلت جبت جول. تامر الاولاني كان 1-0 الاهلي كان شريف عبد المنعم. وانا نزلت بعد 5 دقايق من الشوط الثاني. طبعا انا اول مره العب قدام 20,000 والفريق من اكبر فرق العالم. لا اللعيبه اللي معايا كمان زمايلي كلهم كباتن ما لعبتش معاهم يعني انا ما لعبتش ما اتمرنتش معاهم. ليت نفسي انت جبت جول بس في الماتش ده ايه؟ جبت جول الثاني جبت جول جبت جول انا في واحده بعد ما رحت موقفه رحت واقفه انا قعدت الاول واثنين يجي واقفه ثم معديه. انا الملعب عامل جلجلي الماتش 120,000 الاستاد القديم. هو الهيصه بتاعتهم بتهز الملعب لغايه ما جت لي واحده رحت ماسكها وقفت بقى معايا رحت مقص خدت الاولاني وخدت الثاني ورحت شايط يعني برضه التوفيق بتاع ربنا. انا جاي من ناحيه اللفت وداخل على جوه وشايط خدت اللفه هي وواحد نازله في المقص وانا رحت جاي على الناحيه الثانيه وراحوا نايمين عليا. لما هو شاف الجول اتجنن. عايز اسال سؤال. انت ما جبت الجول شريف عبد المنعم برضه ماسك نفس البوصه؟ لا ما كانش بيلعب شريف. مش جاب جول يا ابني؟ خرج. خرج شريف. الحمد لله. لا شريف خرج. لا شريف خرج ونزل الله يرحمه الكابتن جمال الجندي. الله يرحمه. نزل تاني تايم وتغيرنا تاني ولعب خالد جبل الله برضه. لما نزلت المجموعه اللي انا بلعب معاها فوقت انا.
عملت واحده ريكورد بقى اهم من الجنين دولت. ايوه اللي هو الناس كلها الشعلات بمحمد عباس في